راه كيما كاين هذاك اللي كيعيط للبوليس ولا كيجمع الجيران، كاين واحد اخر اللي كيشوف داك الشيء وما كيت يعني كيتعامل مع منطق دبروا راسهم، وكيكونوا ناس يعني عندهم يعني عندهم اسر وكل شيء، وساكنين في ساكنين في عمارات اللي فيها اشخاص اخرين اللي عندهم اختيارات مختلفه، وما كيحسوش بداك الرغبه في انهم اولا داك الغضب ولا داك الكره ولا داك الرغبه في انه ينتقم منه مجانا. دونك اهل المغاربه غادي تكون عندهم اون ريزيستانس كما كتكون عندهم مقاومه لمجموعه ديال التغيرات سوسيو ثقافيه، سي نورمال، ولكن هادشي ما كاينينش اننا حنا اون لي ستومبي ولا نقولوا سميتو ونتسناو حتى المغاربه تكون عندهم القابليه، وما كاينينش كذلك اننا بغينا نتواجهوا مع المغاربه. وملي كنقولوا هنا المغاربه راه المغرب والمجتمع المغربي، ماشي سوسيتي اوموجي، انا ماشي مجتمع متجانس، ماشي كتله كلشي كيشبه لكلشي، راه كل واحد وعنده نمط التفكير ديالو واختيار ديالو هذا، وكاينين الناس اللي كيكونوا عندهم اختيارات ماشي بحال ستاندار، وكيتظاهروا كيضطروا يتظاهروا انهم بحال الناس، انهم راه ما كيديروش كيتخباو الوغ، وداك الناس الاخرين كيشوفوهم كيتخباو كيقولوا صافي ماشي مشكل بيسكو مخبيين الوغ، علاش غادي نستمروا في التغذيه هاد الممارسات اللي ماشي صحيه لانها متناقضه وكتربي تناقضات عند الاشخاص؟ علاش غادي نستمروا وحنا قادرين اننا نخدموا نبداو خدمه يعني بتغيير القانون وبواحد وبنشر الثقافه ديال احترام حق الانسان، احترام الاختلاف، بنشر الثقافه ديال احترام الخصوصيه والدفاع عن الحميميه ديال الاشخاص، وانه حتى العلائق الاجتماعيه ما خصش تبنى على الكره ولا على الحقد ولا على عدم تقبل الاخر، خصها تبنى على المعامله، شنو كنشوف من هذا الشخص، واش كيأذيني بشكل مباشر. يعني حنا في الائتلاف ما كنعتقدوش انه بحال هاد الامور هادي يعني ممارسه الحريه الفرديه كتستحق عقوبه سجنيه. بغيتي يعني كيبان لك هاد الشخص كيختلف معاك، تقدر تحاكمو في نيتك في سرك، تحاكمو قدام وليدات تقول له ماشي ما كيعجبنيش ما، ولكن انك زعما تولي تعطي راسك السلطه ديال الادانه وتدخل عليه للدار وتخرجو بالشوها، ويقدر البوليس كاع ما يلقى حاله تلبس وانت غادي ديرها له، ما يعني هادشي ماشي شي حاجه سليمه، ما خصهاش تكون في المجتمع، لانها كتربي المزيد من التناقضات والمزيد من العنف والمزيد من الاقصاء ولي كونفلي. دونك كنعتقد انه المغاربه بشويه ديال الصبر بواحد الاصلاح ديال منظومه التعليم بشكل اللي كينمي الوعي الجماعي وكيربي على واحد الوعي جنسي معين، تربيه جنسيه، واحد لو طرافاي على لي ميديا باش لو كونتوني حتى هو يولي كيوصل للناس فكره انه حنا راه في اون سيتي، حنا في مدينه، والمدينه كتعني الحضاره، والحضاره كتعني انه كل واحد دون لا ليميت، كاين الفضاء المشترك اللي كنبنيوه ونحافظوا عليه جميع، ولكن دون لا ليميت دو بريفي حتى شي واحد ما عنده الحق يفرض نمط معين على الاخر. والقانون ما دارش باش يعاقب الافراد على هذه الامور هذه، القانون دار باش يحمي الافراد كاملين على اختلافهم واختلاف اختياراتهم. يعني طونكو ما كتاديش امتى كتعتبر الحاجه جريمه او جرم؟ ملي كتشكل خطر على الاخرين او على المجتمع، في حين ان هذا الشيء راه فوالا كاينين بزاف ديال ردود الافعال، كاينين بزاف ديال يعني ديال المحاججات وديال الاعتراضات على المطالب ديالنا، وبزاف ديال لي زارغومون. طبعا كاين لارغومون، كاين الحجه الاولى والكارت الصفراء الاولى اللي كتهز وفي نظري هي اللي كيستسهلها الجميع، هي ديال الدين. وهنا كنا دائما من النهار الاول حنا كنجاوبوا على هذه المساله هذه بجوج الحاجات، الدين ولا افساد الاخلاق ولا بغينا نفسدوا الاخلاق المجتمع، كنجاوبوا على بجوج الحاجات. اولا هاد الفصول هذه راها ماشي كتبها المشرع من الشريعه ولا من الدين، راه كتبها من يعني منسوخه عن مدونه الاخلاق ديال لو كولون ديال نابليون، ديال واحد الفكر استعماري. اذا خصنا قبل ما نبداو نجبدوا هاد لا كارت ديال الدين، خصنا نتسائلوا واش المستعمر اكثر حرصا على الدين من المتدينين او من حاملي هذا الدين. المساله الاخرى
لا فاش كيبقاو يقولوا هاد الناس بغاو يحيدوا هاد القوانين باش يبداو عباد الله يخرجوا للزنقه ويديروا اللي بغاو ويديروا الفحشاء ويديروا منكر ما يبقاو اخلاق وكتضحكني هاد المساله بحالي زعما حنا ملي غنتحيد القانون غنبداو نجروا الناس بزز منهم خرجوا للزنقه ديروا اللي كيديروا اللي ما كيديرش لا اجيو كلكم خصكم ديروا بحال واحد ال سميتو واحد المشهد من شو من مونولوج ديال قاد الملح فاش كيولي كيكون نون فيمور وكيولي كيكمي وكيمشي للاماكن لي ريستورون هذا الاماكن العامه وملي كيجلس في البلاصه ديال لي فيمور اشاك فوا كيبان ليه هذا النادي الجاي كيقول الناس اللي معاه جبدوا كارو بقاو تكميو والا راه غيخرجوا غيخرجونا من لا زون نون فيمور سي لا زون فيمور سي نفس المنطق ديال انه لا حيت القانون راه غيولي كلشي راه كاينين بزاف الناس اللي كيمارسوا حياتهم وعلاقاتهم يعني في مخالفه يوميه لهذا القانون كاينين الناس اللي كيتخباو كاينين الناس اللي ما كيضطروش يتخباو لانهم عندهم امتيازات الفكره بالاساس هي اننا بغينا نحفظوا الامن والسلامه والخصوصيه والحميميه والاختيار لكل اشخاص يعني على اختلافهم الناس اللي كيختاروا انهم يعيشوا علاقات داخل اطار الزواج او الناس اللي ضد الاجهاض راه ما غاديش نبزوا عليهم الناس اللي كيشوفوا انه راه هاد المسائل هذه كتحل مجموعه ديال المشاكل حتى هما خصنا نوفروا لهم لانه القانون والديمقراطيه راه كيخصهم يحميوا جميع الفئات ماشي وحدين عندهم امتيازات وحدين لا هادشي زائد انه هاد القوانين هادي راه هي كت يعني كما تكلمت راه كتعمق وكتكبر التمييز القائم على اساس النوع الاجتماعي يعني العيالات هما اللي كيضروا اكثر والمجتمع الميم هما اللي كيضروا اكثر ملي كيمشيو للحبس كيخرجوا موصومين بالعار وبالفضيحه الوغ كو راجل راه غيتسمى نزوه ولا الا ما تضافش الاوسمه ديال الرجوله ديالو وكتعمق كذلك الفوارق المبنيه على اساس الوضع الاجتماعي والوضع المادي لانه الناس اللي عندهم راه ما كيديرونجيهم حتى حد ولكن الناس اللي كينتميو لفئات يعني محدوده الدخل ولا فوار ميم عديمه الدخل هما اللي كيتشدوا هما اللي كيدخلوا عليهم الجيران هما اللي كيصيفط لهم الكونسيرج المقدم هما اللي كيتجرجروا بالفضيحه يعني كتزاد ماساويه وضعيتهم اكثر مما هي يعني ماساويه.